دول 4 خطوات عشان تحافظوا على شعركم في الرطوبة. اول حاجة ديب كونديشن. عشان نرطب شعرنا محتاجين على الاقل نعمل مرة في الاسبوع ديب كونديشنينج. انا النهاردة اخترت ان انا استخدم بوند كيرل علشان شعري كان محتاجه، بس ممكن تستخدموا اي ماسك من اختياركم. دايما اغسلوا شعركم مية دافية قبل الماسك علشان ترطيب يدخل جوه الشعراية. تاني حاجة الجل، عشان ده اللي هيحافظ على الكيرل ديفينيشن، وقبل ما تخرجوا بشعركم كده نشفوه عشان نمنع الهيشان. تالت حاجة الزيت، مهم جدا علشان بيقفل على كل الترطيب اللي دخل للشعراية، وكمان بيعمل عازل على الشعراية من الرطوبة. ورابع حاجة معانا عشان نحافظ على كيرلز، الريفرش. واحسن طريقة انا جربتها للريفرش انكم تجيبوا شوية ليفن من اللي انتوا بتستعملوه، عليهم شوية مية، وتحطوا على الحتة الهيشة اللي في شعركم وتلفوها على صباعكم. النهاية اهم حاجة الترطيب، لان لو شعرنا ناشف هيسحب كل الرطوبة اللي في الجو وهيهيش، فعشان الرطوبة ما تأثرش عليه احنا لازم نرطبه كويس جدا، وكمان نقفل على الترطيب اللي فيه. وبس كده، خلي شعركم مبسوط في الرطوبة. باي باي.